clipping اللي احنا بنختصر الكلمه الواحده زي ما اتعلمنا قبل كده، زي مثلا تاب دايما دايما في الوصفات الطبيه والاشياء هذه ما بيكتب لكش الكلمه كامله، هذه بيسموها clipping. تاب تابلت تابلت، كابس كابسول، بي سي برسنتج او بيس، كيو تي واي كوانتيتي، وهذه كثيره جدا في الوصفات الطبيه زي ما احنا شايفينها قدامنا على الشاشه. هتلاقي اي واحد يكتب وصفه طبيه بخط الايد او حتى بالتايبنج ما هي يخلو من كليبنج او لا تخلو من اختصارات. الاختصارات دي بتشمل اما يكون ماذا ايش الشيء هذا ومتى يتم استخدامه، يعني هل هو ماذا هو تابلت ولا كبسول ولا ايش، متى يتم استخدامه، هل هو كل يوم كم مره وكم مره يستخدمه، مرتين مثلا صباحا ولا مساء، متى او يوميا، او كيف، هل هو انجكشن ولا هل هو حقن ولا هو عن حبوب ولا شراب، فهذا كله بتحتوي الوصفه الطبيه. زي مثلا عندنا في الشاشه هذه هتلاقي ان تابلت تاب حبه، قرص كابس كبسول، بي دي اللي هي اللي هو مرتين يوميا، باي اللي هي تو في اللغه اللاتينيه، اي سي اللي هي قبل الاكل، انتي سيبم. اختلطت واحدة ما هتجد بريسكريبشن إلا وهتلاقي فيها هذه الأشياء. HS هورس الناي اللي هي سمني قبل النوم، PC بعد الأكل، PO عن طريق الفم في رأس، Top apply topically ده موضع بيختصرها الصيدلي لما يروح له يدينا العلاج، يعمل له ثلاث شروط كده أو شرطتين على علبة عشان يكون مرة في اليوم، ويكتب بعد الأكل ولا قبل الأكل، وكم الكمية، نص ملي، ستة ونص ملي كمية، هذه كله بيختصرها بما يفهمه المتداول العادي، لكن كله بيبقى مكتوب في البريسكريبشن بهذه الطريقة اللي هي في الوسط باختصارات هذه معتمدة على اللغة اللاتينية أو الإغريقية.